في ردها على الوسطاء المصريين والقطريين اقترحت حماس 4 أشهر من الهدنة، 135 يوما مقسمة على 3 مراحل بحسب مسودة أوردتها وكالة رويترز. المرحلة الأولى تمتد ل 45 يوما يتم فيها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين مقابل عدد محدد من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما تشمل هذه المرحلة تكثيف المساعدات الإنسانية وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة والسماح ببدء إعادة أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في مناطق القطاع، إضافة إلى البدء في مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن ما تقول حماس إنه متطلبات لازمة لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. أما المرحلة الثانية فتتكون من 45 يوما أيضا سيتم خلالها الإفراج عن جميع المحتجزين من المدنيين والمجندين مقابل أعداد محددة من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل. وتنص المرحلة الثانية بحسب مقترح حماس على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. المرحلة الثالثة والأخيرة وفقا لرد حماس تشمل تبادل الجثامين لدى الجانبين واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية وفقا لما يتم التوافق عليه.